وربنا سبحانه يحب الحمد، يحب أن يحمد. روى البخاري في الأدب المفرد عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: كنت شاعرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن ربك يحب المحامد. وروى أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: وما من شيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من الحمد. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة. وروى الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمادون. فلهذا تفهمون لماذا افتتح القرآن بالحمد لله أول شيء بعد البسمة الله. الحمد لله تبين لك أمورا، فلا بد أن يكون لكل واحد ويرد الحمد لله تملأ الميزان، ميزان لا يملأه أحد، جبل أحد لا يملأه، فيملأه الله لك بفضل هذا الذكر الجليل: الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. فكيف تغلب على ذلك؟ والله لا يغلب على ذلك إلا شقي محروم. ما أسهلها على من سهلها الله عليه.